وينك انتي؟ مليت لك ارض ديار بحصمة كنتي تردي علي. اسكتي، مو رحنا اليوم انا وعمتي امسادي وخطبنا لسلفي خالي وصار الحكي يردوا لنا خبر بعد بكره. ضحكت مرت خالة وصلت لادانا وقت اللي عرفت انه الخطبه لخالد، وبيناتنا إيه ما بيحلموا بالمنام بواحد مثله. ما شاء الله حوله، نقطه بالمصحف، وفلان يا فلان اخوه للمعلم عمر. هاي اول مره بسمعك عم تمدحي لسلفي خالد. جايك عقل الرحمن سعدي يا خانو. دخيلك شو منه الناقردي، والله بيحتار شلون بده يرضيني. دخلكم مستعجلين على جوازه؟ إلا كان ابن عمي قال إنه كتب الكتاب والعرس بظرف شهر زمان إن شاء الله، وبتكون العروس عم تتفتل بأرض ديارنا. أيوة فهمت عليك يا سعدية خانة. شو فهمتي يا بعدي؟ تاركي مالك قليلة، وهالمحبة اللي نزلت عليكي لخالد بدون إحم ولا دستور مولا الله، مشان تجي العروس وتخدمك تتروسي أنت بقى وتعملي حماية مو؟ يو هيك كان رأيك يا مقوصة.